الحاجه اللي المضحكه بقى في الموضوع بقى جدا فكره بقى الفسق والفجور اللي في اوروبا والانحلال. يعني تعريفهم بقى عن الانحلال ايه؟ اللي هو ايه؟ اي واحد يعرف اي واحده وينام معاها ده هو الانحلال. هو بص ثلاث ارباع الموضوع مختص بالفكره دي، فكرة الجنسيه دي، عقده ضخمه، عقده بشنيطه في المنظومه الدينيه الرجعيه. ما هو اصلا عندنا غزوه بكره، والغزوه دي احنا هنروح نموت فيها، وانا وعدي ليك بنات الاصفر اللي هنجيبهم سبايا، ولما تموت وعدي ليك في الجنه مش عارف ايه. فانا لازم الاول اعمل لك هوس وكبت جنسي. الرجعيه الدينيه عامله كده في الواقع، عامله دلوقتي هوس جنسي وكبت جنسي الاثنين مع بعض. شوف المركب ده حرمان رهيب. لما باعتبار عندنا غزوه بكره، ولما هنروح بكره هنحارب وهنجيب وهتبقى مبسوط. فالشخصيه طبعا الواقع ما عادش كده للاسف. انما لو هتكلمنا عن الانحلال، لا اقول لك بقى الانحلال ان يبقى عندك ملكات يمين للصبح، ويبقى عندك تعدد زوجات مش عارف ايه، ويبقى عندك زوجات مسيار ومسفر الانحلال لو الانحلال بالمنطق بتاعك، ان هو عنده تصور انه اثنين راشدين عاقلين ما خدوش موافقه الرجعيه الدينيه على كده، دول بقى اصبح ده انحلال، هو الفسق والفجور والانحلال. فهو الذهنيه الدينيه الرجعيه اولا مليانه مشحونه بفكره الجنس. انت قلت له الله موجود ولا مش موجود، يقول لك لماذا لا تنكح امك على طول. ايه العلاقه؟ يعني طبعا لانه دماغه متستفه مشحونه، الجنس ده حاجه اساسيه فيها. هذا موقفه من الفن مثلا. اول حاجه الفسق والفجور والانحلال، فسق والفجور والانحلال، فسق والفجور. يا اخي الانحلال هو اهدار قيمه العمل اللي بتعمله الرجعيه الدينيه. ما احنا غزاه، احنا هنروح نجيب الغزوه ونقعد ننام لحد الغزوه الجايه. عندنا غزوه بكره، الهيمنه الدينيه الرجعيه منظومه سلب ونهب اصلا واحتلال، وطول الوقت احنا بين غزوتين. كويس. الانحلال بقى هو اهدار قيمه العمل. انت اصلا مش هتخني تتجنب عملك على فكره، يعني مهما تعمل عشان تبقى عارف برحمه ربنا على حسب بقى وشفاعه النبي. يلا مش 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 عملك. فالانحلال الحقيقي هو اهدار قيمه العمل واهدار قيمه الوقت. ما انا عندي غزوه بكره اروح اجيب الحاجات واقسمها. مش قال لك الشيخ اللي كان بيقول لك احنا اتخلفنا ليه؟ ده لب الموضوع. في عملية عسكرة دينية رجعية للناس. وليه عمال بيهاجم الفن طول الوقت في عداء مع الفن؟ هو في ناس عندها غزوة بكرة تقعد تفن؟ هنعمل الموسيقى ونغني فيه ايه يا جماعة؟ كل ده لابد من القضاء عليه. ما دامت الهيمنة الدينية رجعية على مصر فهي بتعمل تجريف للحياة وللواقع، وهتفضل إذا تمكنت فعلا هتقضي على بقايا الفترة اللي فاتت ديت اللي هي مكتسبة اللي احنا اكتسبناها في ظل صدمة الحداثة والاحتلال وشوية الفن والفكر اللي احنا عايشين عليه. هتقضي عليهم. وهو بيحصل عملية التهام شوية بشوية لهذه المكاسب. فهو عنده تصور الغرب ده وراء ايه؟ انزل تعامل مع الناس وتفهم. وده بينعكس على الواقع. هو بيتحرش بالسائحات ليه؟ هو متصور ان الواحدة عشان جاي مع البوي فريند بتاعها ان دي خلاص ده انحلال بقى وفسوق بقى، خلاص بقى بقت بتاعه كل الناس بقى. ما هو انت تلاقي الشاب يطلع من هنا من ابن الرجعيه الدينيه يطلع بره لحم خنزير، لا لا ازازه بيره يا عم تطلع على قد، لا لا لا. انما مرافق 500 واحد ليه؟ بنات الاصفر دول مستبحات. وبالتالي فهو السائحه اللي بتيجي من بره بيبقى في ذهنه المسكون بالهواجس دي، هواجس العربيه القديمه، الخرافه العربيه القديمه اللي مشوهه تفكيره خالص، انه عشان لابسه قصير ولا بحملات ولا بتاع. اولا مش هو ما بيبصش غير الحاجات دي وبيتحرش بيها على اساس انها كده. ولو تصور وراها هتلاقيها اشرف من امه. ولو جيت بقى في الحقيقه للمنظومه الدينيه الرجعيه، وخلينا نتكلم بقى معلش، يعني فكرة الجواز في الفكر الديني الرجعي هي اصلا جنس مقابل مال. ما تيجي تجردها لحقيقتها، ده موضوع كبير احنا بنتكلم فيه للصبح ده. العلاقة كلها فلوس، واللي من يستطع منكم البيع فليتزوج. واصلا الجواز جنس من الاخر. ما هو فكرة الجواز اصلا هو مش قادر يستوعب منظومة القيم الحداثية الأوروبية.
انه الجواز حاجه تانية غير الجنس خالص اصلا. ده موضوع الجنس، الجنس ده عنصر، مفيش شراكه، شراكه حياه، شراكه مجتمعيه، شراكه يعني مؤسسه ولها قوانين بتحكمها ولها قوانين متطوره ومتغيره في الواقع. لا هو عنده تصورات الخرافه العربيه القديمه مسيطره عليه ومهيئه له ان الغرب ده مخور والناس فيه ماشيه في الشارع عندها يعني ماشيه مفتوحه كده واي حد مع اي حد كده، هو تصوراتهم كده. فطول الوقت عمال يا ايه الناس، طبعا الراجل المكبوت المهووس اللي قاعد هنا يا عيني هيموت. موضوع مركب وبيعمل بقى عمليه ده ايه تكوين عكسي. انا قاعد 24 ساعه في المواقع الاباحيه وطالع يعمل تطهر وتكفير عن هذا الذنب في التعلق بالمظاهر بقى الدينيه والتحرش بالستات والمش عارف والحركات، ويخش يشتمنا بقى عشان احنا بنفضح الهشاشه اللي هو قايم عليها والتشوه العقلي اللي هو فيه. فالناس اللي بتخش تشتم دي اصلا دي ناس متجنده ومشوهه عقليا. افرض ان انا قلت فكره يا اخي سيئه مش عاجباك، خليها فكره تافهه سيبها وعدي، او فكره تستحق الرد رد، قول ان والله الكلام ده غلط وانا عندي الصح، لا قول الصح بتاعك. لا رجاءً الدنيا منظومه تجنيد، انت بتتكلم عن ايديولوجي سياسي لابد ان يستيقظ العالم. ده مش دين، ده احتلال يا جماعه، ده مش دين، ده ايديولوجي استعماري واستلابي. البشريه ينبغي ان للاسف الفلاسفه ما عندناش احنا، اولا الهيمنه الدينيه الرجعيه بتمنع المفكرين انهم يفكروا، وبتمنع الانسان حتى بيبقى من جواه رقيب داخلي، فما بالك بالرقابه الخارجيه. واحنا بيبقى عندنا قصور، طالما انه الحاجه ديت مثلا ما هياش بالنسبه للغرب ما هياش اساسيه فما بيبحثوها كتير ومش بيفكروا فيها كتير، واحنا في الحقيقه بنقتات على معظم المنتج الفكري الغربي، وبالتالي فما عندهمش مبحث الفكره دي ازاي ممكن ما فيش هذا الشكل من اشكال الاحتلال، الشكل الغريب ده من الاحتلال، شكل لا مثيل له في التاريخ، احتلال منه فيه زي دود المش كده. فالفكره انه هذا التصور ان الغرب علماني صليبي مش عارف ايه بتاع وفسق وفجور وانحلال. لا يا حبيبي، ده الواحده كانت بتبقى نازله رايحه الشغل الصبح وقاعده في المواصلات بتعمل بتصلح المكياج بتاعها عشان تلحق، لانها لو اتاخرت دقيقه وانت بقى بتسيب الشغل بتاعك وتنزل تصلي الظهر ساعتين. ما هو انت راجل قاعد في ماضي شبك زيت العرب عندك غزوه بكره، وقت ايه يعني اللي هتحسبه بالساعه؟ ما كله بالويم كده بالتقريب، انت بتنام لحد الظهر، واصلا في الغزوه بالمناسبه غزا يغزو يعني طلب القوم في بلد في ارضهم. هو طبعا هيقول لك دفاع، احنا زي ما قلت لك من شويه انه راح الاندلس دفاعا عن النفس يعني، ايه حروب دفاعيه وتحرير للاندلس من ظلم الرومان.